وسهلا فيكم يا حلوين، وكل سنة وانتم سالمين. اليوم العيد. يا حبايبي يا حلوين، كيف حالكم اليوم؟ ان شاء الله مبسوطين، ولكم اليوم العيد، كل سنة وانتم سالمين. واخيرا بطل في عنا restrictions، احنا هنا بفانكوفر بي سي، ففينا نجتمع مع بعض. فاليوم اصحابنا جايين نحتفل بالعيد، لنا كم عيد مش عارفين نحتفل مظبوط، لانه ممنوع هيك وممنوع هيك، يعني جننونا. فهلأ عن جد انا مبسوطة لانه اليوم بدنا نجتمع وما في اي نوع من انواع التخويفات بالدنيا. المهم ايش بدي اعمل؟ بدي اعملكم زينة للعيد. طبعا انا لو تعرفوني من النوع المستحيل يمر علي مناسبة بدون ما اعمل زينة، خلاص هيك الله خلقني. فحكيت ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل اشي سهل ما اضيع وقت واشي يكون ممتع للاطفال اللي جايين. فعملت خروف للعيد. شوفوا ما احلى، بحب اعرفكم على مسعود. هلأ بهذا الفيديو بدي أعلمكم كيف تعملوا واحد زي ما بياخد كم من دقيقة، وعن جد إنها زينة حلوة والولاد حيكيفوا عليها. خليكم معي. هاي هدول الأشياء اللي رح أحتاجهم. طبعاً بدنا بالون لونه أبيض، ورق لونه أسود من أي نوع، يمكن يكون كرتون أو أي شيء عندكم موجود بالبيت، قطن إذا في عندكم قطن مدور مثل هيك، في من هدول العينين كمان جبتهم أنا من الدولار ستور. هلأ إذا ما لقيتوا زيهم فيكم ترسموا العينين رسم عادي، ما في مشكلة. وطبعا لزاق، اذا عندكم اي نوع لزاق انا رح استخدم سوبر جلو لانه هذا الموجود عندي بالبيت. وكمان في شغله يا حبايبي حابه احكي لكم عنها، لانه كل ما اعمل زينه لها دخل بالبالون بستخدم هذا الاشي، والناس بيقولوا لي كيف لزقتيهم وكيف حطيتيهم، فحابه افيدكم بهذه المعلومه. في اشي مثل هيك بنباع بالمحلات، ممكن تجيبوه على امازون من وين ما بدكم او محلات الحفلات وهيك، هو اسمه بالون دوتس، وبيجي هيك بيرول مثل هيك، بس اذا بتطلعوا لما يفتح بيكون في هيك لزاق زي نقط، شايفين انتو؟ اشوف هيو شايفين مثل هاي النقط. هاي لزاقة بتكون من الجهتين، فلما اجي احطها هيك على البالونة هيها بتضلها ملزقة على البالونة. هلا طبعا ما بتكون هيك، هلا بتشوفوا كيف. هاي حنستخدمها مشان نلزق البالونات ببعض. الحلو بهذا اللزاق انه ما بخلي البالون يفقع، احيانا في لزاق من انواع تانية اذا حطيته لزقته البالون ببعض بهداك اللزاق بفقعوا، هذا اللزاق ما بسمح للبالون انه يفقع. ما تسألوش ليش، لانه ما بعرف، بس دائما بستخدموه بالحفلات وبزينة البالونات. اول شيء طبعا بدي ابلش انه بدي انفخ البالونات. اول بالونة بدي اعملها كبيرة لانه هاي حتكون جسم الخروف. ترى هذا حيكون جسمه. وهلأ بدنا نفخ كمشة بالونات بس صغيرة عشان نحطها على جسمه. فيكم تجيبوا البالونات الصغيرة طبعا، وفيكم كمان نفس الحجم البالون اللي انتو جبتوه بس تنفخوه تخلوه صغير مثل هيك. شايفين؟ خلينا نفخ كمان شي ستة زيه. هلأ بدي أمسك هذه الورقة السوداء اللي عندي هيك، طبعاً هي it's too big for me، فأنا بدي أطويها من النص وبدنا نرسم عليها وجه خروف. يا جماعة مو مهم ابدا كيف يكون وجهه، حتى لو بس عملته دويرة هيك ما بيفرق ابدا، انا بدي اعمل شكله هيك. بدي ألزق له عينين. بدي ألزق له شعرات. طبعا بدنا الخروف تبعنا يكون مبسوط لأنه الدنيا عين. هلا بدي أمسك البالونة هذه الكبيرة اللي نفخناها أول وحدة ونلزق عليها هذا الوجه مثل هيك، بنحط عليها من هذا اللزاق.
تحطوا عليها من هون. وهلا ايش بدنا نعمل؟ نمسك البالونات الصغار اللي نفخناهم ونحطهم من فوق مثل هيك. وهاي هيك مسعود جاهز للذبح. ها لا حرام، هذا مو للذبح، هذا نلعب فيه. انا هلا بدي اعمل كمان شيء 5-6 من هدول مشان ازين فيهم المنطقه تحت زي ما حكيت لكم، وبعدين طبعا بدهم يوصلوا اصدقائنا وهيك، وبدنا نستنى الاكل يوصل، فخليكم معي مشان تشوفوا كيف حزين المكان وايش بدنا ناكل. في واحد صاحبنا مكي انتم بتعرفوه من فيديو ثاني حيجيب معه الطبله، فان شاء الله القعده حتكون جدا ممتعه، فخليكم معي. بس قبل ما تكملوا ما تنسوا يا حبايبي انه اذا استمتعتوا بمسعود انكم تعملوا له بيج لايك وسبسكرايب مشان ايش اضل احط لكم افكار ممتعه مثل هيك. يلا خليكم معي هلا ما تروحوا ولا مكان، مش هلاقيكم طفيتوا الفيديو. عملنا كب كيكس على شكل خرفان. هاي ابيض. شوفوا لي هالاكل بشهي يامي، حاطه دجاج ولحمه مع بعض. انا والخروف عم نقول لكم كل سنه وانتم سالمين، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو الخفيف اللطيف، الله يسعدكم ويجمعكم بحبايبكم، وانا بدي اخلص الفيديو هون، فان شاء الله بشوفكم الاسبوع الجاي بفيديو جديد، يلا باي.